شو صاير لك؟ حط حالك محلي لك عصام، شو بدك تعمل؟ اللي شو بدك تعمل؟ بتخلي اختك عند واحد خطف مخلوقه لا من دينه ولا من توبه؟ بالفيديو يحيى بيازي نجم باب الحاره يصاب بالشلل ويبكي على الهواء ما حدا اتصل فيه. يحيى بيازي يصاب بالشلل ظهر في مقطع فيديو مؤثر وما قاله ابكى الجميع. اكل قتل السنه الماضيه اللي قبلها يعني بالشارع اكلت قتله. تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خبر محزن مفاده إصابة الممثل السوري يحيى بيازي بالشلل، لا سيما الأنباء التي تواردت عن اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل باب الحارة بجزئه الجديد. وبحسب المصادر تعرض الممثل السوري ونجم باب الحارة يحيى بيازي لجلطة دماغية أصيب على إثرها بالشلل النصفي وبات يعاني من صعوبة كاملة في النطق. بس بدي أسألك، هو عم يصرف عليك شيء؟ بلا. طيب مقصر معك بشيء؟ لا أيوه. وظهر يحيى في مقطع فيديو يوم أمس خلال إجرائه مقابلة حيث بدت حالته محزنة وأبكى المتابعين حين أشار إلى أن أحداً لم يسأل عنه. وجاء في تعليق على الفيديو: الفنان يحيى بيازي تعرض لمرض التصلب اللويحي واللي يأثر على صحة جسم الإنسان كامل ويدمرها، وللأسف ما حد سأل عنه ووقف معه بذلك الوقت، دعواتكم له بالشفاء العاجل يا إخوان. ووائل شرف: الله يهنيه على مواقفه الدائمة ومبادئه اللي ما تخلى عنه حتى في التيك توك، الله يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء. كل العالم بتعرف ما حدا اتصل تليفون. وأضافت المصادر أن يحيى لا زال يخضع لبرنامج علاجي لمحاولة التخلص من آثار الجلطة الدماغية التي أثرت بشكل كبير على حالته الصحية، فيما قالت حسابات أخرى إن مرض يحيى بيازي يتمثل في إصابته بمرض التصلب اللويحي، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي ويسبب تلفاً في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية، فيما لم يؤكد ذلك رسمياً من قبل الممثل السوري. لك إذا بيخطر لك خاطر اجرك قبل رجلي على السجن. ها بعرفك بقول عمرك. تجدر الإشارة إلى أن الفنان يحيى بيازي كان قد اشتهر بدور خاطر في مسلسل باب الحارة بأجزائه الأولى، وقد أظهر موهبته الفنية في ذلك الدور، كما يعتبر يحيى بيازي من الفنانين المؤثرين في هذه الفترة من فئة الشباب، وله شعبية كبيرة بين العديد من الناس. وبدأ يحيى مشواره التمثيلي عام 2002 بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات، ثم توالت أعماله الفنية ومن بينها مسلسل باب الحارة بشخصيتين، الأولى شخصية خاطر في الأجزاء السادس والسابع والثامن، والشخصية الثانية هي أبو نحلي في الجزئين العاشر والحادي عشر.